طاهرة، كيف تبدو الأجواء لديك مع اقتراب عيد الفطر المبارك؟ كيف تبدو أيضا حركة الناس في الشوارع؟ يمكن أن نقول أن الحكومة المصرية ووزارة الداخلية المصرية بدأت في عدد من الإجراءات لتكثيف وجودها في الشارع خلال أيام عيد الفطر المبارك. قبل قليل صدر بيان عن وزارة الداخلية ب يعني رفع جميع السيارات الموجودة بأمام كورنيش سواء في القاهرة أو معظم أنحاء الجمهورية المصرية، وعدم تواجد هذه السيارات وعدم الحركة على الكورنيش طوال هذه الفترة، بالإضافة أيضا إلى بداية تكثيف وجودها في الشارع خلال الفترة المقبلة لتأمين عدم خروج المواطنين إلى المتنزهات، وأيضا التأكيد على غلق المقاهي والحدائق العامة، بالإضافة إلى عدد آخر من الإجراءات. ولكن على مدار الأيام الماضية كانت هناك ارتفاعات في معدلات الإصابات بفيروس كورونا. يمكن أن نقول أن معدلات الإصابات وصلت خلال الأيام الماضية إلى أكثر من 700 إصابة في اليوم الواحد، وبرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي في كلمته أمام رئيس الجمهورية بالأمس ارتفاع الإصابات بأنه شيء طبيعي أن يتم خلال بعد الزحام الذي شهدته شوارع مصر خلال الفترة المقبلة، ولكن أكد على أنه ستبدأ مصر في النزول إلى الصفرية بعد منتصف يوليو المقبل، والأعداد ستقل بعد 30 من مايو الجاري. وأكد هذا بناء على يعني أبحاث علمية تقوم بها وزارة البحث العلمي خلال الفترة الماضية. أيضا الرئيس السيسي طمأن المصريين بالأمس خلال كلمته، وأكد على أنه حتى هذه الأثناء لازلنا في المربع الآمن في مصر، وأن الأعداد لا تثير قلق الرئاسة المصرية والحكومة المصرية، ولكن هذه الأعداد طبيعية نتيجة التزاحم خلال الفترة المقبلة. على الناحية الأخرى مصر تقوم بعدد من الإجراءات، منها إعادة عدد من العالقين وآخرهم في دبي، تم على مدار 11 رحلة تم إعادة عدد من العالقين يصل إلى أكثر من 2000 مواطن مصري، ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة أن تزيد عدد الرحلات بإعادة المصريين العالقين في دول العالم. قمعنا كريم، تحول